دلوقتي بقى جه ميعادنا مع البست سيلر. تعالوا نروح نشوف مع بعض تقرير عن الكتب الاكثر مبيعا او البست سيلر للاسبوع اللي فات، ونرجع لحضراتكم على طول ونكمل كلامنا معاكم. يحكى أن يقدم لكم الكتب الأكثر مبيعاً، وذلك في أولى حلقات بداية عام 2023، نرصدها لكم طبقاً لما نوهت عنه دور النشر على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. تنوعت كتب هذا الأسبوع بين الروايات وكتب التنمية البشرية وأدب الجريمة. يتصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعاً كتاب القتل للمبتدئين للكاتب أحمد مراد، ولأول مرة يحكي الكاتب عن كواليس كتابته وعن كيفية تطوير منهجه على مدار السنين. لم تخلو القائمة من أدب الجريمة، فجاءت رواية جثتان والثالثة عند قدمي للكاتبة نهى داوود في المركز الثاني، وتدور أحداث الرواية حول جرائم قتل متتالية تقف البطلة حائرة أمامها، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقي. جاء في المركز الثالث كتاب أحببت وغداً للكاتب الدكتور عماد رشاد عثمان، وتدور أحداثه حول الشخصية النرجسية بكل جوانبها. احتلت المركز الرابع رواية الحب والصمت للكاتبة عنايات الزيات، وتعتبر الرواية الوحيدة التي كتبتها عنايات الزيات قبل انتحارها، وتحولت لعمل سينمائي بعد ذلك. تختتم قائمة الكتب الأعلى مبيعاً بالمجموعة القصصية من قتل مريم الصافي للكاتب محمد المنسي قنديل، والتي تضم 14 قصة يربط بينها جميعاً أسلوب الكاتب الجذاب. وطبعاً بعد ما تعرفنا وشفنا مع بعض تقرير البست سيلر، الحقيقة أنا ملاحظة أنه 2023 إن شاء الله هتكون سنة مليئة بالأحداث الثقافية. شايفين إقبال كبير جداً بيحصل على الكتب، شايفين معدل القراء عمال يزيد، شايفين مستوى النشر ومستوى الكتب الحقيقة عمال يزيد. ده طبعاً مع بداية السنة هيكون عندنا واحد من أهم الأحداث الثقافية، وطبعاً معرض القاهرة الدولي للكتاب. أعتقد أنه إن شاء الله 2023 هتكون سنة مليئة بالأحداث الثقافية المهمة.